طيب ما الذي يفسر كل هذه الاغتيالات يوما بعد آخر، رغم أنه حماس قاتلت لمدة سنة أنتم وحماس والجهاد، ولم ينل الإسرائيلي فعلا القيادات بهذه السرعة ولا قيادي؟ ما الفرق بين الاثنين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بكل الأحوال هناك يعني خطبة مخفية حتى هذه اللحظة. يعني تحدث الشهيد القائد سمعت السيد حسن في خطابه الأخير عن هذه المشكلة وبشكل واضح في هذا السياق، وبالتالي اليوم يعني الحزب لو استطاع أن يعني ينهي هذه المسألة في هذا الوقت العصيب الذي يتعرض فيه لهذه الهجمات المتتالية والمتصاعدة للأسف الشديد، لكان أنهاها في هذه المجال. ولكن بكل الأحوال يعني حين تقول، اسمح لي بالمقاطعة، حين تقول خطبة مخفية، يعني في غير قدرات إسرائيل الكبيرة قد يكون هنا ثمة خرق داخلي؟ يمكن يعني هذه المسألة لا يعني لا أحد يعني تجاوزها في هذا السياق. وأيضا مسألة يعني التطور التكنولوجي في هذا السياق، العدو الإسرائيلي يعني هو في هذا الجانب أكثر يعني تطورا من حزب الله ومن كل حركات المقاومة. يعني بكل الأحوال يعني العدو الإسرائيلي الذي قال إنه عم بحضر لهذه الأعمال منذ 10 سنوات، يعني بكل الأحوال هو لديه بنك أهداف، ولكن وبعض الأحيان الصدف تلعب أدوار. بس ولكن أليس مستغربا إنه تفجر البيجر الأجهزة ثم يجتمع قادة فرقة الرضوان في مكان واحد، تنجح إسرائيل في اغتيال 16 واحدا منهم، ثم في مقر حزب الله يجتمع السيد حسن نصر الله مع قيادي إيراني كبير قائد فيلق القدس في لبنان؟ يعني أليس مستغربا عدا تجاهل الشروط الأمنية؟ أنا لا أعتقد أن قيادة حزب الله تتجاهل هذه المسألة، وهم المعروف عنهم يعني حرصهم الشديد في هذا الجانب. صحيح. يعني ولكن يعني قد يكون هناك بعض الأحيان يعني هذا التطور الحاصل لدى العدو الإسرائيلي للتكنولوجيا بطبيعة الحال هو يعني العامل الحاسم في هذا الجانب، وقد يكون تم اختراق داخل الحزب، قد يكون ذلك. يعني المسألة لا يمكن يعني الجزم فيها حتى يكون هناك تحقيق يعني في هذا الجانب. برأيك الحزب فقد القدرة على القتال الآن بعد اغتيال أكبر قادته؟ لا أعتقد ذلك، لأنه إذا عدنا إلى العقيدة وإلى السواء السياسية أو الدينية لدى حزب الله وحاضنته الشعبية، نتأكد أن هذه الشهادة ولا سيما شهادة سماحة السيد حسن نصر الله هي حافز ويعني للمقاتلين وللمجاهدين وأيضا لهذه البيئة التي يعني استمرأت هذه التضحية في سبيل وطنها بداية وفي سبيل هزيمة إسرائيل، وأيضا إسنادا للمظلومين من أهلنا وشعبنا في قطاع غزة. يعني اليوم نحن ذاهبون إلى معركة أكبر، إلى حرب أكبر. يعني هذه المسألة اليوم يحددها طبيعة المعركة على الأرض، يعني في الميدان سواء يعني بكل الأحوال اليوم المقاومة الإسلامية وحزب الله تحديدا في لبنان لن يسمح بأن تبقى هذه يعني المعادلة التي فرضها العدو الإسرائيلي سيما بعد هذه الخسارة الكبيرة في القيادات أن تبقى هي المسيطرة في هذا الجانب.